على شغل جاد. لازم كان من ورشه العمل النهارده. اولا انا شخصيا بشكر الضيوف بتوعنا الاستاذ دكتور رامي والدكتوره سوزان والمهندس ايمن والمهندس كمال والمهندس احمد، هم جايين متبرعين. دكتور رامي اسكندر هو مدير مركز انتاج المقررات في الجامعات المصريه. كل الجامعات هو اللي بينتج لهم المقررات، ووحدات انتاج المقررات في الجامعات هو المشرف عليه، بالاضافه الى انه مدير التعليم الالكتروني، مركز التعليم الالكتروني في المجلس الاعلى للجامعات. احنا محتاجين نستفيد من خبراته. بعض الزملاء امبارح وفي الايام الماضيه سالوني هل لما يجي دكتور رامي نساله، وانا قلت له الكلام ده النهارده، هو جاي عشان تساله. فده دور، هو قال كده كمان، قال انا جاي علشان الناس تسال تستفسر مني احنا بنعمل ايه ونساعد ازاي. هم عندهم في وزاره الاتصالات وفي مجلس الجامعات فكره حلوه، بس احنا بنأخرها شويه. كان دكتور خالد رئيس قطاع البنيه المعلوماتيه اشار لنا اليه، ان عندهم برامج جاهزه نقدر نستخدمها وندرب المعلمين عليها ينتجوا قراراتهم بنفسهم. عندكم كل حاجه، عندكم مصور تعليمي، عندكم جرافيك، عندكم ديفلوبر، عندكم كل حاجه. هو مش بس ان احنا نقول احنا عايزين نعمل كذا، اعتقد ان الدنيا هتتحرك. يمكن بخلاف الجامعات انا عندي 40,000 مقرر، لو قعدت عمري كله مش هخلصهم يعني. ولذلك افكارنا بتتغير كل سنه، بنغير معاييرنا، بنغير اسلوبنا، بنغير برامجنا، بحيث عشان نتواكب مع اكثر من 70,000 طالب هي التدريس، ويمكن اكثر كمان، ونتعامل مع كذا مليون طالب. فدي كانت مشكله. انتوا عندكم الدنيا لحد ما المواد ثابته، بتتغير حاجات بسيطه كل سنه، فدي ميزه لازم نستفاد منها كلنا، وده اللي الدكتور غريب طبعا بيحاول يوصلها لنا ويوصلها لكم، ان احنا نتجه بس في الطريق السليم بهدف واحد كلنا ننتجه، مش كل واحد يشتغل في اتجاه غير التاني، ونطلع حاجه وفي الاخر مش عارفين احنا هننزل ده ولا ده ولا ده. انا شفت الشغل بتاعكم على فكره، طبعا كنت واحد منكم يمكن من 20 سنه ولا حاجه، فاكريني يعني، فانا عارف الدنيا مش ازاي هنا. الشغل بتاعكم ممتاز، احنا مش عايزين نخسر الشغل بتاعكم، عايزين ناخده ونكمل عليه فكر جديد، واللي موجود مش هيخسرنا حاجه، بالعكس الناس اللي انت بتتكلم في بدايه كلامي، احنا عندنا فروق فرديه في الطلبه، عندنا طلبه كتير جدا من اسوان والاسكندريه، مش طلبه بس، احنا عندنا كمان مدرسين عندهم فروق فرديه فيهم. لو مدرس واحد بيدخل 30 تلميذ، كل تلميذ فروق فرديه، والمدرس ده ممكن يقدم خمسه وال 25 مش عارفين، مش فاهمين من المدرس، مش عشان مشكله في المدرس، بس هو ليه اسلوب مختلف عن باقي الطلبه عشان في فروق فرديه. فاحنا كل اللي احنا بنحاول دلوقتي ان احنا نقدم الفكر بتاعنا باكتر من شكل، باكتر من طريقه، عشان نوفر ده لكل التلاميذ. رائده. بس بعد كل المشروعات والكلام ده كله، بنقف مع نفسنا شويه. هو احنا ليه مش عارفين نتحرك خطوه للامام، وتبقى فعلا الخطوه مستدامه ومستمره؟ يعني كل ما نعمل مشروع، المشروع يبقى رائد جدا. اول مشروع عملناه مشروع المدارس الذكيه، وكان المشروع رائد جدا، ولغايه دلوقتي من المدارس الذكيه بيطلع كوادر واوائل من الثانويه العامه من المدارس اللي احنا اشتغلنا فيها، ولكن الاستمراريه ما تمتش بالشكل المطلوب. بعد كده عملنا مبادره دوليه اسمها مبادره تطوير التعليم المصري، يمكن حضراتكم تسمعوا عنها، واشتغلنا على محور المحتوى، ودربنا ناس في شركات عالميه على تطوير المحتوى. وبعد كده بعد ما خلصنا تقريبا في 2011 برضه ما استمرناش بالشكل المطلوب وبالقوه المفروض تبقى عندنا عشان نكمل المسيره. والعديد من المبادرات الحقيقه ده دفعنا احنا كوزاره الاتصالات نفكر بشكل مختلف الحقيقه. وفكرنا في محورين اساسيين. اول محور هو ليه ما خلناش احنا، يعني ليه احنا مش قادرين نستمر ونواكب التطور ونقدر نقدم فعلا خدمات بشكل متميز طالما احنا عندنا القدرات والامكانيات. على فكره حضراتكم، يعني انا شغال معاكم من 2001، انا اشهد ليكم بالكفاءه والحاجات اللي بتطلعوها جيده جدا، ولكن المشكله اللي عندنا كبيره جدا والمحتاجين نشتغل عليها كلنا، هو ازاي نبني اطار عمل نقدر كلنا جواه نشتغل، كل واحد حسب المهارات والقدرات بتاعته يخدم في الحته اللي يقدر يعمل فيها واللي يقدر ينتج فيها.
لو قدرنا نحط المكونات الأساسية مع بعض في قالب واحد نقدر نكمل الصورة، وبالتالي هنوصل للمخرجات اللي احنا عاوزينها، ونقدر نبني زي ما بيقولوا عليها دلوقتي في العلوم اللي هو الانتربرايز اركيتكتشر، ازاي نبني حاجة بشكل متكامل تخدم الاوبجكتيف الرئيسي او الهدف الرئيسي من العملية اللي احنا بنعملها.